غرفة الحوار الإسلامي المسيحي مسلم كريستيان دايلوغ تقدم. ألو ألو مساء الخير يا فندم، ما بترديش ليه حضرتك؟ انت فاتحه التليفون وما بترديش، سمعت صوتي رحت قافله التليفون. يعني دي قناه مسيحيه للطرافه، مش فاهمه. طب انت خايفه في ايه ان انت تاخدي المكالمه بتاعتك؟ الاراميه هي قناه مسيحيه، قافله تاني المره الثالثه يا اخوه الكرام. قمه الرعب والله العظيم، قمه الرعب. الو هترد على التليفون ولا بس يعني افتح بس وتفيدي؟ قفلتيه برضه مره ثالثه؟ وما انت بتفتح القناه ليه؟ لا قفلت. شفت يا اخو اكرام الصوت معروف قفلت. لا كان معانا دوام مباشره القناه الاراميه، الشعار بتاعهم الاراميه هي قناه مسيحيه تبشر برساله الخلاص. الاراميه قناه مسيحيه، يضيفوا يا ريت في الشعار الا مع وسام. القناه الاراميه قناه مسيحيه، اتصلت بها ثلاث مرات، مره باسم الاب والابن والروح القدس، ثلاث مكالمات واحد امين، ما فيش فايده. المكالمه الاولى ردت، ما سمعت الصوت قفلت التليفون مباشره. المكالمتين التانيين فتحت الصوت بس ما كلمتش. الاراميه قناه مسيحيه تبشر رساله الخلاص باسم الرب يسوع للعالم اجمع من خلال الساتلايت وباربعه لغات. القس يوسف حبيبي من قناه الاراميه، اتفضل. مع تحيات إخوانكم في غرفة الحوار الإسلامي المسيحي. عباد المسيح لنا سؤال، نريد جوابه ممن وعاه. إذا مات الإله بصنع قوم، أماتوه فما هذا الإله؟ وهل أرضاه ما نالوه منه؟ فبشراهم إذا نالوا رضاه. وإن سخط الذي فعلوه فيه، فقوتهم إذا أوهت قواه. وهل بقي الوجود بلا إله سميع يستجيب لمن دعاه؟ وهل خلت الطباق السبع لما ثوى تحت التراب وقد علاه؟ وهل خلت العوالم من إله يدبرها وقدر